كتعتبر شركة هواوي من أكبر الشركات الصينية في إنتاج معدات الاتصال في العالم، وموجودة في أكثر من 170 دولة. هواوي كتعتبر ثالث أكبر مورد للسمارت فون في العالم، وعندها بزاف ديال المكاتب البحث والتطوير وآلاف براءات الاختراع. في المغرب بفضل شبكات الخدمات ونقاط البيع اللي كبرات في هذا العامين، قدرت شركة هواوي أنها تزيد مكاسب السوق في 2020. السوق المغربي واجد باش يقدر يستوعب جميع التكنولوجيات اللي كاينه، ويقدر يحول هاد لا كريز اللي واقعه في العالم كفرصه، حيث المغاربه اليوم عندهم جميع توت لي كونديسيون كاينين هنا باش يقدروا دغيا يدوزوا للمرحله الديجيتال. عندهم اوجوردي دي سمارت فون دو تري غراند كاليتي بثمنات جد مناسبه، عندهم واحد البنيه التحتيه ديال لا 4 جي وديال الانترنت متطوره جدا. يعني المغرب parmi لي برومي بي افريكان اللي طور هذه البنيه التحتيه، واللي خلى اوجوردي جميع الفئات كلها وجميع المستهلكين كلهم كي سون كونيكتي وعندهم واحد التواصل كبير، واللي خلى اوجوردي المغرب فريمون ما بين الدول اللي كنظن غيستافد من هاد لا كريز باش يحولها اوجوردي لون اوبورتونيتي ان شاء الله. كيعول هواوي على تطوير النظام ديالو البيئي الجديد، هواوي موبايل سيرفيس، واللي فيه متجر اب جاليري، واللي هو متجر هواوي الرسمي ديال لي زابليكاسيون كاين في كاع لي سمارتفون هواوي. وكيبقى التحدي في تطوير دي زابليكاسيون خاصه بالشركه. ABB Gallery now is a top 3 platform that enables the consumer to download their quality and secured app from this platform, and up to now we have more than 400 million users that have installed the ABB Gallery. In Morocco it's the user of ABB Gallery is more than 1 million. It's a very good start, and every week, every month, we have new ABB joining this platform. وهواوي مأكدة أن التطبيقات غادي تنجح في استبدال التطبيقات اللي موجودة في السوق، وغادي تلبي الحاجات ديال السوق العالمية وخصوصا السوق المغربية. اليوم عندنا تطبيقات 100% مغربية اللي داخلة الاب جاليري وكتدخل بواحد السرعة، بحال وين ديال انوي، بحال هيسبريس، بحال افيتو، بحال روندا. يعني انه هواوي فهموا بانهم باش يقدروا ينجحوا في لو لونسمون ديال الاب جاليري كان خصهم تأقلموا مع لي بيزوان ديال المغاربه، وهذا الشيء هواوي دارته بواحد السرعه كبيره، ودارت ان انفستيسمون كبير بزاف. ومن اخر لي سمارتفون طوندونس ديال هواوي كاين البيكا وند برو اللي فيه بزاف ديال المستجدات خصوصا في التصاور الفوتوغرافيا، وكاينه كام وحده اخرى ديال هواوي نوفا 7 اي. During this period we also launched our second new HMS phone which is think is why Nova is in Nova 7i. It's a very good phone, and since we launched to the market, we have a very good response from the consumer. And this also proves in Morocco that people already accept Huawei HMS phone. It means accept to download the app from Huawei App Gallery. This is a very good thing for both Huawei brand and the consumer. For this market. Avec la rapidité du lancement d'App Gallery, nous avons lancé un nouveau produit en 2020 qui nous permet de profiter de cette App Gallery 100%. Donc, le Nova 7i, le Nova 5T, le Y7P, tous ces produits sont de qualité très haute. واللي كتمكن المستهلك المغربي باش يوليو عنده دي تليفون كازيمون او دغام، يعني افيك دي اربعه ديال الكاميرات، دي زيكرون فول اتش دي اللي عندهم واحد لا كاباسيتي كبيره اون تيرم دو جيجا بايت، واللي كتمكنهم يستعملوا جميع التطبيقات ويقدروا يكونوا 100% في الديجيتال. نون سولمون بيان سور هواوي كتديفلوبي لي برودوي ديالها في المغرب، ولكن كتديفلوبهم بشراكه مع شركات 100% مغربية، وهذه كيظهر ليا ميزة كتخصص بها هواوي. شركة هواوي كتطور المنتجات ديالها وكتعرض كتالوج غني وكيلبي الحاجيات ديال الزبناء ديالها. هواوي شركة كتثق أن التكنولوجيا كتخلي أي حاجة تكون ممكنة، وأي حاجة كنحتاجوها في الحياة اليومية الهدف ديال هواوي أنها تردها ممكنة بالسمارتفون والمنتجات ديالها.